انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد تحت شعار المرأة وبناء الوعي. يستمر المؤتمر على مدار يومين. يتناول المؤتمر عدة محاور، أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، والتجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام.